تلفزيون النهار. قبل ما نبدأ حلقتنا لازم نوجه الشكر لكل شخص نجاحه بجد كان ملهم، نجح ووصل لحلمه بخطوات سريعة وثابتة، وكان سبب في تأثير في آلاف من الشباب لأنه بس آمن بحلمه وحققه. عدى تحديات وصعوبات يمكن تكون جبارة، اتسند مرة واتساب لوحده 1000 مرة لحد ما بقى ملهم لكل اللي يسمع قصته. والحقيقة إن الإلهام مش بس الشخصيات، الإلهام الفكر المختلف، الإلهام إنك تطور في نفسك وفي ذاتك. ومن هنا جت فكرة برنامج ملهم، حبينا نسلط الضوء وننور الطريق لكتير ملهمين في حياتنا حققوا إنجازات قوية بس مختفين عن الشاشات وعن الناس. بمعنى أصح الشغل والنجاح خفاهم علينا يمكن لسنين، بس من النهاردة ومن خلالنا هيكون ضيوفنا في ملهم في ساعة من القلب للقلب ومن العقل للعقل. هنشاور على كل قصة نجاح لمشاريع كتير نشأة ومشاريع أخرى كبيرة ومخضرمة، إزاي بدأت وإزاي نجحت وإزاي اتحققت، وقبل كل ده إزاي أصحابها قدروا يواجهوا كتير من التحديات والصعوبات في الطريق. ملهم اتعمل لكل شاب بيدور على خريطة الطريق، لكل شاب تايه وبيعافر، لكل شاب أو مشاهد أو فتاة بتتفرج علينا. تفتكر كتالوج النجاح لو في إيدك هتوصل؟ هتقدر تحقق أحلامك في وقت قد إيه؟ خريطة الطريق لو معاك هتحقق طموحك إزاي؟ شباب كتير نفسه بس يبدأ، بس دايما بالنسبة له البداية هي أصعب خطوة يمكن هتمر عليه في مسيرته المهنية كلها. كل اللي محتاجه طرف الخيط، ومنه هتبدأ أحلامه وطموحاته في قرر الخيط وراه. وده محتاج إنه يسمع لقصص وحكايات وتجارب لأشخاص زيه بدأوا من الصفر والنهاردة يا سيدي واصل، وقدروا إنهم يكونوا ملهمين ومؤثرين في ملايين من الناس. وده بالظبط اللي هنقدمه لك في ملهم، مجموعة من رجال الأعمال والمؤثرين في المجتمع منتقاه بدقة عالية عشان بس يحكوا لك سر الخطة وسر التجربة علشان تبدأ زيهم وتمشي في خطاهم وتتجنب أخطائهم وتستفيد من نجاحاتهم. ملهم لكل شاب بيفكر يغير مصير حياته للأحسن. لو أنت لسه بتبدأ حياتك العملية وسنك صغير، تقدر بكل بساطة تكون شخص ملهم قادر يأثر بأخلاقه وتصرفاته ومبادئه في كل اللي حواليه. كل عليك بس أنك تكون صادق مع نفسك، تحترم الاختلاف، وطبعا تقدر آراء الناس فيك، تدافع عن فكرتك وتؤمن بيها وتصدقها، وتصدق حلمك وتمشي وراه. خليك جريء ومقنع بذكاء وحنك، واوعى تغير اللي انت مقتنع بيه علشان ترضي حد او الناس، لانه ببساطه الشخص اللي واثق في نفسه طبيعي بيثق فيه المجتمع والناس. ودايما بدايه الطريق بتبدا اول ما توقف كلام وتبدا افعال يا معلم. وملهم النهارده موجود علشان يجاوب على كل اللي بيدور في ذهنك وفي ذهن شبابنا، ففرصه مننا اننا نساعدهم في خلق مستقبل احسن وارقى ليهم. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل، أنا محمد غريب وده برنامج ملهم. النهاردة إحنا معانا واحدة من أقوى شركات التك في مصر، وقدرت تحقق قيمة سوقية بأكتر من 30-40 مليون دولار. مش بس كده، كمان السي او الخاص بشركة جود سمارت هيكون ضيفنا النهاردة. خلينا نخرج نشوف التقرير ده ونرجع لكم بعد الفاصل. في يوم من كل أسبوع أو كل شهر كنت مطالب تنزل تجيب كل طلبات البيت من السوبر ماركت، ويا ويلك لو نسيت حاجة منهم. بس من سنة 2014 وإحنا وسطنا كنز ما سمعناش عنه كتير قبل كده، مع إنه محقق نجاحات واستثمارات ملهاش حدود. تطبيق جود سمارت، أول تطبيق مصري سهل لكل أفراد الأسرة توصيل طلبات البيت من السوبر ماركت والصيدلية والجزار وحتى المخبز والمكتبة لحد باب البيت، وبتنوع عالي في المنتجات بيصل لأكتر من 150 ألف منتج، وباشتراك شهري لا يتعدى 150 جنيه. اسمي يوسف عجوة، أنا جود سمارت عارفة من زمان قوي، أنا قاعد عارفة عندها البوكسز،
فكان بالنسبه لي اللي هو الموضوع حاجه فن قوي اللي هو مفيش دليفري مش اي حاجه تطلب كل حاجه في خلال اليوم. عملت ايه يعني؟ الحمد لله انا دلوقتي بي دي مانجر، انا مسؤول عن الاكوزيشن بتاع الشركه ان احنا نجيب كلاينتس. اسمي مي بوتي، انا بزنس ديفلوبمنت سبيشالست. بعمل ايه؟ مينلي شغلي اكوزيشن، ببقى مسؤوله ان انا بعمل ديلز جديده مع كومباوند جديده، او بحاول اساستين ان الديلز اللي اوريدي معايا الدنيا هي ماشيه بطريقه لطيفه كويسه. محمد سامي مظلوم، جروس ليد في جولد مارت. بص، مينلي شغلي بيبدا من اول لما يوسف عجوه زي ما اتكلم من شويه، من اول ما الكلاينت يجي عندنا جولد مارت انا ببدا اتعرف عليه، افهم السلوكيات كويس قوي، وعلى اساسه شغلي بيتقسم لحاجتين. الحاجه الاولى ان انا اخلي الكلاينت ده يبقى بيعتمد عليا من خلال ان انا اوفر له كل الحاجات اللي هو محتاجها بالاسعار المظبوطه، الرينج اللي هو محتاجه كله في الوقت اللي هو محتاجه. اسال ورده، وانا الداتا ليد بتاعت جود مارت. بس هو زي المظلوم قاعد يحكي عن حاجات كتير قوي، هي فعلا بيبقى السورس بقى بتاع كل الفانكشنز اللي هو بيعملها هي نابعه من الداتا ديبارتمنت. اسمي علا خيالي، انا سيلز مانجر هنا بقالي 5 سنين في جود مارت. المين كور بتاعي ان اي كلاينت بيداونلود الابلكيشن ان احنا بنتكلم الكلاينتس دي، نشرح لهم اكتر عن السيرفيس، نتاكد ان هم فاهمين كل حاجه، وان احنا هنوصل لهم البوكس المعادي اللي هم عايزينه، اي اسئله عندهم بنرد عليهم فيها، ونحدد معاهم الميعاد اللي يستلموا فيه البوكس، وميك شور ان الدنيا تمام وبيعملوا اوردرز مفيش اي مشاكل معاهم. لما بيحصل اي مشكله مع كلاينت او بيبقى عنده اي نوع من انواع الكومبلين او حاجه مضايقاه، بيجي بقى هنا دور رنا. اسمي رنا، بقالي في جولد مارت 5 سنين. دورنا عامه في الاوبريشنز في الكلاينت كير تيم انه احنا اي كلاينت عنده اي استفسار او اي فيدباك او اي كومنت على اي حاجه في الاوردر او في السيرفيس ان جنرال بيقدر يتواصل معنا على الهوت لاين او على الواتساب شانلز بتاعتنا اي وقت. التيم عندنا بيبقى مستعد ان هو يساعده في اي وقت في اي حاجه ليها علاقه بالسيرفيس او بالاوردر. فبالتالي انا بميك شور ان الكلاينتس كلهم بيرسيف ذا سيم كواليتي، ان كل الايجنتس اللي بيكونوا يعني بيتلقوا الاستفسارات دي او التعليقات دي يقدروا يردوا على الكلاينت في اسرع وقت. وده وفر لكتير مننا خدمه توصيل يوميه مجانيه وبدون حد أدنى للطلبات، ده غير إن كل منتجاتك من النهاردة هتشتريها بسعر أقل من السوبر ماركت العادي وبسعر الجملة. بمجرد اشتراكك في خدمة جود سمارت بيوصلك بوكس بيتثبت قدام باب بيتك ومصمم بطريقة تحافظ على منتجاتك من الأتربة وحرارة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة. كل اللي عليك إنك تطلب كل احتياجات بيتك لحد الساعة 12 مساء وبتوصلك كلها في نفس الليلة فجرا. تصحى الصبح تلاقي خزين بيتك بالكامل مستنيك قدام بابك. مع جود سمارت ارتاح بقى. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ورحلة أول ملهم معانا النهاردة هي رحلة بدأت من زمان جدا، تفاصيلها كتير جدا جدا ومشوقة جدا جدا لكتير من شبابنا. في أول حلقاتنا بنرحب بالبشمهندس عمرو فوزي. ازيك يا عمرو؟ أهلا بيك. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. أولا أنت منورنا في برنامج ملهم. شكرا. يمكن كتير هيتعرفوا عليك النهاردة، هيتعرفوا على قصة النجاح اللي حقيقي بجد انا متاكد انها كانت مرهقه وصعبه، بس خليني اقول لك واطمن عليك الاول. ازيك؟ والله تمام الحمد لله. تمام تمام، كلنا بنقول تمام. بص احنا على طول بنقول تمام، يعني هو بنبقى متبهدلين وطلعان عينينا، بس الحمد لله بنقول تمام. الحمد لله على كل حال. عمر، قبل ما نبدا القصه عرفني بنفسك الاول. انا عمرو فوزي، مؤسس ورئيس مجلس اداره شركه جود سمارت. أنا درست هندسة ميكانيكية وبقالي 10 سنين دلوقتي من ساعة ما بدأت جود سمارت. جود سمارت تاريخها 10 سنين. بالظبط 10 سنين من المجهود والمصابرة ونيو اكسبيرينسز وتجارب. يعني تعال قبل ما نخش التجربة الجميلة
واللي اثرت في ملايين من الناس تقريبا. انت بتسيرف على 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 عدد بشر كبير ضخم جدا, وفي مناطق يعني حتى كمان المستهلك بتاعك مستهلك اي كلاس, يعني عرفت تعمل تارجتنج لمستهلك قوي. بس انا عايز ابدا معاك من الاول شويه, من ايام الجامعه. يلا بينا. عارف انا متاكد ان انت كنت مؤمن او مصدق ان عمر مش حد عادي ومش حد تقليدي, وكانت جواك البذره ان تعالى نبدا نتكلم او نبدا النقاش في السبارك الاولانيه او الشراره الاولانيه اللي انت حسيت بيها, لا انا اقدر اعمل حاجه افيد بيها الناس وتديني تقدير ذاتي انا استحقه كعمر يعني على لسان حالك. هو ممكن نقول البدايه كانت ان انا قلت انا عايز اعمل حاجه مختلفه. يعني انا ما بحبش ان انا ايه دخلت درست في كليه هندسه بندرس شويه المواد اللي عندنا, قلت انا عايز ادرس حاجات مختلفه, انا عايز ادرس برمجه, عايز اتعلم حاجات مختلفه, عشان في الاخر مش عايز اطلع ابقى شغال موظف عادي او شخص عادي, عايز اعمل حاجه مختلفه. هي دي كانت البدايه. طيب واشتغلت بعد ما اتخرجت من هندسه في الكارير بتاعك بالظبط؟ اشتغلت فين وعملت ايه؟ اول لما اتخرجت اول شركه اشتغلت فيها كانت شركه تصنيع منتجات معدنيه, حديد وحاجات كده, وقعدت فيها حوالي سنه مهندس على خطوط الانتاج, وبعد كده مهندس تخطيط, مهندس مشروعات, ورحت شركه تانية بنعمل نفس الكلام. بعدين تخصصت اكتر شويه في حاجه ليها علاقه في التكنولوجيا بتاعه التصنيع, دخلنا حاجه اسمها ERP systems او البرامج اللي بتساعد الشركات على التطور, بدات ادرسها وبدات اخد فيها كورسات اكتر. يمكن ده كان سبب كبير لان انا اتعلم اكتر على البيزنس, لان لما بتدخل في ERP systems او في البرامج دي طريقه تنظيم شغل الشركه كله مع بعض, فبتحتاج تقعد مع كل الادارات وتفهم كل عمليه الإدارات. التشغيل بالكامل بالظبط, عمليه كاداره للشركه بشكل كامل, لان ده البرنامج اللي بيتحكم في الشركه بشكل كامل. ده تدخل فيها يعني قويه جدا جدا عن الاوبريشن او الاداره العامه بشكل عام, مش كده؟ بالظبط بالظبط. طيب وبدات بقى ايه تلمع في دماغك الفكره, يعني بدات تتبلور ازاي؟ بدات فكره اني خلاص يعني خلينا الاول قبل ما نوصل للنقطه دي, امتى قررت لا انا مش هكوربريت تاني, مش هشتغل في شركات او مؤسسات تاني, انا هعمل حاجه لنفسي, انا هبني عمر؟ احكي لي البدايه جت ازاي, اول حد حكيت له مين, ايه اللي حصل؟ انا بعد ما اشتغلت في كذا شركه هنا في مصر, قعدت حوالي 3 سنين تقريبا بشتغل هنا في مصر, بعدين جات لي فرصه ان انا ابقى شغال بره مصر مع كذا شركه في حوالي 10 او 12 بلد, بنروح للشركات بنعمل لهم كونسلتنسي وبنعمل لهم برامج بتساعد الشركه على التطور. ده قبل بدايه مشروعك او قبل ما ابدا قبل اي حاجه؟ اي حاجه. فكنت على طول قاعد بسافر, بقعد مع شركات, بقابل شركات. بعدين قلت ايه يعني على 2012 تقريبا قلت لا كفايه كده, انا عايز اعمل حاجه ارجع استقر في البلد. ده بعد كام سنه شغل في كوربريتس؟ بعد حوالي 5 أو 6 سنين تقريبا. ده بدري بدري. ده بدري بدري. ده انت قررت يعني من بدايه بالظبط. فا اكشلي قصه ظريفه هنا, انا جات لي الفكره بتاعت جود سمارت من قبل ما ابدا الشركه فعليا بحوالي 3 سنين. انا الفكره جت ده اللي هو بعد ما اتخرجت بسنتين. الفكره جت على طول فريش. الفكره جت اتحمست, مفيش حاجه بقى لسه في مصر اسمها ستارت ابس ولا الكلام ده. بعدين قلت ايه طبيعي زي اي حد جات له فكره بيعمل ايه صحابه على القهوه. ايوه انا عندي فكره مشروع بقى وعايزين نعمل كذا وعايز اعمل كذا, وجمعت الشباب صحابي وبتاع. لا يا جماعه اول رد فعل ايوه انا عايز نص زي ما حصل. جمعت الشباب وايه ما كانش عندي لسه لابتوب ساعتها, قمت خدت اللابتوب بتاع بابا وقعدت بدور بقى ازاي هفتح الفكره. يعني قعدت ادور الموضوع, انا انت خايف من الاحباط, مش عارف اعمل ريسيرش ازاي اصلا. قعدت ادور على طرق تغليف الخضار والفاكهه, هو ده بالنسبه لي كان دراسه المشروع, مش فاهم بقى لسه هبدا ازاي. بجمع صحابي وقلت لهم تعالوا عندي فكرة, أنا هبيع بقى منتجات وخضار وفاكهة وكده, حماس جدا. هم بصوا لي بصة كده اللي هو عمرو أو يا باشمهندس عمرو عايز تبيع خضار؟ فعارف في لحظة كده اللي هو استغفر الله العظيم إيه اللي أنا بقوله ده. يا ترى اللي بعمله ده صح ولا غلط؟ الفكرة اتدمرت تماما لمدة 3 سنين, ويعني ساعتها قلت ايه ده لا فعلا ايه اللي انا بس يعني بعد ما بدات تجمع يعني اقرب اصحاب ليك, انا يعني شايف ان دي غلطه بس يعني طبيعه البني ادمين كده يحب ياخد ايه راي المقربين ليه. اول ما قلت لهم على الفكره
وقفوك 3 سنين. تمام تمام. اقتنعت بكلامه؟ اقتنعت طبعا، اللي هو ايه ده، ايه ده اللي انا بعمله ده، ازاي هروح كان ابيع؟ اول حيطه كانت اول اول خبطه، ودي طبعا كانت غلطه، بس ما فيش بقى حد ولا اتعلم منه ولا فاهمين اي حاجه. فكانت اول خطوه اللي هو ايه ده، لا انا هشتغل عادي وهرجع تاني للوظيفه والشغل بتاعي. وبعدها بقى بثلاث سنين، بعدها بقى ساعتها كنت وانا شغال بره مصر، قلت لا انا عايز ارجع لمصر، وعايز ان انا ابقى قاعد في البلد، وعايز ان انا اعمل حاجه هنا. والفكره احنا هنا بنتكلم في 2013 تقريبا، 2013 بالظبط. وكمان الواحد بيبقى لما في فكره في دماغه بتقعد تتبلور، وبتقعد كده بتقعد تلف في مخك وما تسيبكش لحد لما خدت الخطوه. يعني يعني خلينا كده نرجع تاني، انت انت جات الفكره، انت من جوه صدقتها، انت الوحيد اللي لابس النضاره وشايف المشروع بعينك، فانت الوحيد اللي كان عندك بليف فيها او مصدق فيها جدا. حكيتها للناس، فطبعا يا عم بقى اللي انت يا باشمهندس ما يصحش اللي انت بتقوله. بس انت ما استسلمتش لكلامه. بالظبط، انت ما صدقتهمش. بصراحه في الاول انا لما خدت الكلام ده كان بالنسبه لي ايه ده، لا انا فعلا انا، ولكن ما سكتش، فضل الموضوع. دي كانت بدايه الاصرار. دي كانت بدايه الاصرار، الموضوع في دماغي، لا انا الفكره عجباني وحاسس ان فعلا في مشكله. وهي جت برضو فكره وبدايه جود سمارت كانت من ايه؟ من ان انا شايف في مشكله حقيقيه. بتصحى اي حد في البيت، بتصحى الصبح بتفتح الثلاجه بتلاقي فيه شويه منتجات وفي شويه حاجات مش موجوده، تلاقي عيش، محتاج شويه حاجات، بتحتاج شويه حاجات للبيت، حاجه تخلص وتانية لسه. انت نازل مراتك هتقول لك هات لي كذا، التليفون الجميل اللي هتقول لك هات لي، يعني ده الطبيعي. التليفون الحلو اللي بيجي لكل واحد وانت راجع بقى، عدي هات كذا، طب بص عدي بقى على البقال ده، وبعدين نروح على الجزار اللي هناك. مشكله حقيقيه جدا على فكره. ومعظم اللي يعني الكور بتاع المشكله او اساس المشكله، ان انت وانس ان انت راجل مهم في شغلك او عندك مسؤوليات، يا جماعه ما تسحلونيش، يعني انت عارفين انا بعمل ايه في حياتي. ومهما عملت بص بقى، انسى واغلط، اغلط وايه، انسى حاجه. طبعا طبعا. خناقه. ففعلا مشكله، يعني مش هعرف اعدي اجيب الحاجات، هنسى. صح صح. فبدأت المشكله من هنا. فالفكره بدات من هنا، من التليفون اللي بيجي بقى للواحد وهو رايح جاي من اي حته، عدي هات كذا، عدي هات كذا. وقلت انا عايز اعمل حل، هو مش حل مجرد ان انا اعمل ويب سايت او ابلكيشن او كده، لا انا عايز اعمل حاجه بتحل اصل المشكله. انا عايز اعمل حاجه تخلي البيت اصلا ما يخلصش، هي مش فكره ان انا اطلب والطلبات تجي لي، لا. فكره جود سمارت هي بتريحك من كل مشاكل طلبات، هم الطلب اصلا. انت اصلا ازاي البيت عندك ما يخلصش منه الطلبات؟ ازاي ان انت تبقى كان في حاجه اوتوماتيك كده؟ عندنا نظام مثلا في الشركه ان انت تقول انا عايز كل يوم يجي لي رغيفين عيش مثلا، انا عايز كل سبت وثلاث يجي لي تفاح. تعمل النظام بتاعك والطلبات بتاعتك، احتياجاتك عملت لها سيستم، يعني سيستم. عملت للمستهلك سيستم كده، انا بحتاج كل قد ايه ايه. انا بحب السيستمز جدا في كل حاجه. بدات منين؟ بدا منين حبك وشغفك للسيستمز؟ يعني جات من كونك مهندس اساسا وشخص منمق ومرتب، ويعني قررت تحلها بالسيستم ليه؟ يعني اعتقد من الحاجات اللي الهندسه بتديها لنا شويه، هي بتخلي مخنا عامل زي ملف الاكسل، بتخليك بتفكر كده بشكل دايما بشكل هندسي، ما تعرفش تستمتع بالحياه، تبقى قاعد وانت شايف ان في حاجه كده مثلا مكسوره ولا حاجه انا عايز اصلحها. ايوه. فبتقعد تبص على كل حاجه بطريقه ازاي اعمل لها نظام، ازاي اخليها اسهل. فهي اعتقد دي كانت بدايه. ايه اللي زرع شغف او حبك للسيستمز والتكنولوجيا جواك؟ يعني اكيد مثلا ايه، كان ليك رول موديل في الحته دي، او كان ليك حد لا انا عايز ابقى دماغي شغاله زيه كده؟ البدايه بتاعت حبي للتكنولوجي بدات وانا عندي 7 سنين. والدي ووالدتي جابوا لي كتاب برمجه. انت ملهم من وانت عندك 7 سنين. جابوا لي كتاب برمجه، كان بالنسبه لي حاجه، عارف لما حاجه تنور. وبداوا يقعدوا معايا وبداوا يساعدوني ان انا اقعد اقرا منه واقعد اتعلم اعمل حاجات، برامج صغيره جدا 7 سنين. وبدات بقى زرعت حاجه، زرعت من ساعتها وانا بحب البرمجه جدا. يعني نقدر نقول كده ان الوالد والوالده شكلوا جزء كبير من طريقه تفكيرك، وطبعا احنا بنوجه لهم التحيه طبعا جداً من هنا، بس جداً. يعني هم اللي بداوا معاك، هم يعني دعموني في كل تعليم مهم جدا، التعليم، ومش بس التعليم، التعليم والدعم بتاع الاهالي، ازاي ان هو في كل خطوه في طريق بيحاول ان هو يشوف ازاي ابنه يكون في احسن مكان، ازاي ان هو ايه الحاجات الجديده اللي محتاج ان هو يتعلمها عشان يواكب العصر. طيب اتخرجت من الكلية، وبعدين اشتغلت في كوربريتس كبيرة، وبعدين ما طولتش 5 سنين، يعني انت بتقول 2 سنين جات لك فكرة الابليكيشن،
وبعدين حصل الصدام الاولاني مع المجتمع اللي هو ما تهزرش يا عمرو مش كده وبعدين رجعت تاني لا انا هعمل كده. صح. كلمني عن خوفك ساعتها، حسيت بايه؟ كنت شايف ايه؟ كنت مركز على ايه وبتحاول تتجاهل ايه؟ انت مش بتخاف من حاجه انت مش عارفها، فانت انا ما كنتش خايف، بس انا ما كنتش عارف انا داخل على ايه. انت داخل على نفق ضلمه، وهو شكله كده من بره شكله سهل وشكله حلو قوي على فكره، يعني حتى دلوقتي بقى اسم ايه ستارت اب، اسم كده جميل وشيك كده وكده وقاعد فاتح اللابتوب وبتشرب كوفي وبتاع، فحاجه شياكه. بس هي فعليا انت لما كل ما بتدخل اكتر كل ما بتكتشف ان هي مليانه مليانه كميه عقبات كتيره جدا. اكيد طبعا. طيب كلمني عن البدايه، بدايه المشروع نفسه، يعني اول تيم، اول حد، اول لوجو، اول الطريق بتاع جودزمورت. اول الطريق انا اول ما بدات على طول اول ثلاثه وقفوا معايا هم اخواتي الثلاثه، قالوا احنا معاك. مهندسين برضو؟ واحد منهم مهندس والباقي ماركتنج. انا ماليش في الماركتنج خالص، فهم شايلين الحته دي تماما. بس انت شايف ان يعني انا دايما ايه اقول ان اي شركه او اي ثلاثه مؤسسين لازم يكونوا مختلفين عن بعض. ده حقيقي. صح. يعني ما ينفعش يبقوا الثلاثه شاطرين في حاجه واحده او الاثنين شاطرين في لازم حاجه، لازم يكملوا واحدة. بعض. بالظبط. فهي دي البدايه كانت ان هم بداوا معايا وساعدوني، ودي كان ده اللي خلى البدايه تبقى يعني الحمد لله ناجحه بشكل كبير. لو انا كنت هبدا لوحدي اكيد ما كنتش هعرف اعمل الحاجات سندوك. دي كلها. لا ساعدوني، وفي واحد كمان بدا معانا من الاول خالص اسمه احمد سودان، هو اللي كان بدا كده ايه بدايه فريق البرمجه في الشركه، هو يعني واحد من اول المؤسسين برضو للشركه. كلمني بالتفصيل عن جودزمارت، يعني انت بدات وخلاص بلورت الفكره في دماغك ولقيت التيم المبدئي اللي هم اخواتك، حد ماركتنج وحد مهندس وانت الثالث الرابع باشمهندس احمد. ايوه. وخلاص هنبدا، الفيرست ستيب بالنسبه لك كانت ايه؟ الفيرست ستيب اول خطوه ان انا الجزئيه اللي انا عارفها ازاي اعمل نظام، ازاي اعمل سيستم للشركه. فقلت انا لو هعمل شركه وبعد كده هعمل لها نظام انا ما اعتقدش ان ده هينجح، فانا لازم ابني نظام قوي جدا وهبدا ابني فوق النظام ابني شركه. فبدانا ببرمجه النظام الداخلي وبدانا نبرمج. دي خطوه مش سهله. لا لا دي كانت خطوه بس طويله، بس دي عندي خبره فيها فساعدني ان انا اعمل نظام للشركه. فبنينا السيستم الداخلي بتاع الشركه كله من from A to Z. وده اللي ساعد ان اساس الشركه يبقى قوي جدا. فدي كانت البدايه اول حاجه، يلا نبدا نبرمج. بعد كده بقى ايه؟ طب ما انا هحتاج حد يرد على التليفون، عين اتنين. طب ما انا هحتاج ايه ده؟ هحتاج في مخزن، يلا ابدا عين شباب تبقى موجوده في المخزن. وبتبدا وبتمشي خطوه بخطوه وبتبدا بقى تتعلم يعني ايه بزنس بلان. وكل ما بتمشي تحس ربنا برضو بيوفقك وبيجيب لك حاجات تساعدك شويه. فكان اتعرفنا في بدايه الطريق على انكيوبيتر او حاضنه اعمال اسمها انجاز، ساعدتنا جدا جدا في بدايه الطريق، جابوا لنا بقى منتورز. لا لا استنى قبل ما نروح للنقطه دي، احنا الاول حطينا البيبي ستبس، الاسم واللوجو والبزنس موديل في ابلكيشن، وخلصت الابلكيشن. عايز اقول لك كنا حاطين اسم مختلف في الاول، هو مش فارق الاسم ايه في الاول. اعمل الشركه، ابني الشركه، ابدا الخطوه، ابدا اتحرك. دلوقتي الواحد لما يقول انا عايز اعمل يعني ما كنتش مستني وقت مناسب. لا 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 ابدا ابدا، ما تستناش اي حاجه، ابدا. والاسم يعني بجد مش فارقه. انت عدلت الاسم في السكه. عدلنا الاسم في السكه بعد ما بدانا ومش فارقه ابدا. هو المهم ان انت تعمل، عدلنا اللوجو، عدلنا كل حاجه. ابدا واعمل شركه واعملها شغاله وخلي العملاء تبقى عايزه تشتغل معاك، وبعدين شوف الاسم والكلام ده بقى بعدين. بدات وعملت الابلكيشن وبعدين قررت من ايمانك بيها انا محتاج حد يساعدني. عندك مشكله في الكاش فلو، فعايز تبدا تشوف هتغطي حجم طلب مجموعه من العملاء ازاي، فاكيد لازم تشتري لهم يعني جزء من البضاعه سابق يعني من جيبك زي ما بيقولوا يعني. صح. حلتها ازاي؟ احكي لي فكرت فيها ازاي؟ قصه التمويل بقى الزنقه جت منين يعني؟ احكي لي الموضوع. قصه التمويل المشروع دي قصه. ليه؟ طبعا لان انت داخل على حاجه انت برضو مش عارف انت داخل على ايه، فبيبقى معاك شويه فلوس كده في الاول تقول ايه انا تمام، الفلوس دي تكفيني افتح شركتين ثلاثه. وكنت بقى يعني شغال بره ومحوش شويه فلوس ومش فارق معايا ويعني متحمس.
سوري كانوا كام بدايه الخطوه؟ اول بدايه خالص كانت حوالي 100 او 200 الف جنيه، كانت بدايه يعني بسيطه جدا جد. وبعدها ايه ده خلصوا؟ طيب لا محتاج اسحب اكتر من الفلوس اللي معايا. ده اصلا يعني البيزنس موديل بتاعك اصلا مكلف، يعني كونك بتعمل الابلكيشنز وبترفع يعني اعتقد خلصوا هنا صح كده؟ انت بقى مش عارف في الاول. انت مش عارف هي البرمجه ده هتتكلف 5000 ولا 5 مليون. فبتبدا تطلع شويه فلوس وتطلع اكتر، وبعدها كل شويه ايه ده لا الفلوس خلصت، فتبدا ايه طب والدي ساعدني جدا في الاول، اخواتي، تبدا بعت الشقه، بعت العربيه، بعت كل حاجه. بعت ليه؟ كل حاجه، كل حاجه. انت بتبقى مؤمن بفكرة. استنى بس انت كنت راكب عربيه ساعتها وشاب يعني تمام بتشتغل في شركات محترمه وبتاع، فعندك شقتك وعندك عربيتك، بسهوله كده قررت تبيعهم؟ كل حاجه. انت مؤمن بالفكر اكتر من مؤمن بان انا محتاج العربيه؟ انت لما بتبقى مؤمن بحاجه انت بتبقى مستعد ايه تبيع كل حاجه علشان الفكره دي. انت شايفها فكره وفي مشكله حقيقيه انت بتحلها، وشايف ان في ناس بتستفيد بيها وناس اكتر تقدر تستفيد بيها، بس بتقول انا مع الفكره دي لحد الاخر. وانا عارف انا هكسب منها ازاي يا جماعه، ما تخافوش انا شايف. صح. فبعت الشقه وبعت العربيه وعملت ايه؟ وكل شويه بقى تحط فلوس اكتر، تحط فلوس اكتر. يعني بالترتيب، يعني انت لما بعت الشقه وبعت العربيه ده كان مبلغ عزيز جدا. فقول لي اول كل حاجه انت خلاص إنفاق. انت بتقول كده ايه رجعت للزيرو، رجعت زي ما بدا، مفيش حاجه. فبتبقى لازم تبقى مؤمن جدا بالموضوع. بعدها يعني وصلنا بقى هنا المرحله ان احنا بدانا نعرف ازاي ناخد استثمارات ونبدا نتكلم مع فينشر كابيتالز اللي هي الشركات اللي بتدي استثمارات للشركات، وخدنا الحمد لله استثمارات كويسه من كذا شركه. عرفتهم منين؟ دورت عليهم ازاي؟ يعني انت قلت انا محتاج شركة او محتاج فند او محتاج حد يخش يساعدني في الفكره، انا هدور على ايه؟ على فند ريزنج. طيب هجيبه منين؟ فكرت فيها ازاي؟ احكي لي المرحله دي. يعني اول خطوه، اول استثمار دخلنا للشركه كان واحد من المستثمرين عنده حد يعرفه، فجه وهو رايح يزوره لقى الصندوق بتاع جود سمارت موجود على باب البيت، فقال ايه ده؟ فشرح له الفكره، قال له الفكره دي عجباني، فاتصل بينا وقال انا عايز اقابلكم، انا عايز استثمر معاكم في الشركه. انت ما روحتش، ده هو اللي جالك. دي كانت اول خطوه. انت عملت كان اول مكسب. ده كان اول مكسب، ان بدا الشركه هي اللي تتكلم عن نفسها. انت عملت منتج حقيقي مساعد الناس حقيقية. بدات الناس هي اللي تتكلم عنه وبداوا يتكلموا عنه بشكل ايجابي وكويس جدا، فجي المستثمر وقال انا عايز استثمر في الشركه دي، ودي كان اول استثمار دخل للشركه. حسيت بايه ساعتها؟ حسيت ان ايه ده، ده بجد. شفته؟ صدقته؟ يعني فيها. وكمان الحاجات دي بتيجي في اللحظه بقى اللي انت على الاخر مؤمن ان الترتيبات الالهيه ليها دور في الحته دي. جدا جدا. انت بتعمل اللي عليك، انت بتجتهد وبتتعب وبتعمل اللي عليك بس، واقعد جيب اخرك وربنا هيساعدك. القاعده من حيث لا تحتسب، بس اقعد اعمل جيب اخرك، وبتيجي فعلا في الاوقات اللي تحس على الاخر ربنا يروح فككها من عنده. الفند اللي جه طبعا كانت هنا اعتقد ده التويست صح كده، كانت بدايه تحويلها لشركه حقيقيه من فكره شغاله على مستوى بسيط، مش عدد عملاء كبير. لان انت بتكون يعني ساعتها انت كنت بتسيرف على كام عميل قبل الفند؟ يعني فيما قبل الفند 300 عميل غالبا. 300 عميل؟ عدد صغير. 300 شقه؟ 300 اسره؟ عدد صغير جدا، يا دوبك ممكن يجيبوا مصاريف مواصلاتك بعد ما بيطلع. يا دوبك بيقول ان في حاجه كده، في حاجه هنا. ال 300 عميل دول خدوا منك فتره قد ايه؟ 3 4 سنين في 300 عميل. احنا كنا في اول كام شهر فيها 15 عملاء. عدد صغير جدا. كنت انا اللي باخد العربيه وانزل اوصل الطلبات بنفسك. بنفسي. باشمهندس عمرو كان شغال بنفسه. مش فارقه، انزل واشتغل واتعلم واعرف هي بتحصل ازاي، عشان في يوم من الايام لما يبقى في حد شغال معاك تقدر توجهه، تعرف تساعده. يعني اولا ما يضحكش عليك، وتاني حاجه علشان تعرف تبقى فعلا المدير فاهم، بتبقى عارف مشاكله فين وعارف اللي هيشوفه ايه واللي هيواجهه ايه، ومش هيضحك عليك فعلا يعني. وتعمل سيستم، هي كل حاجه. انا شايف ان ده اساس نجاح، يعني واحد من اساس نجاح اي شركه. اعمل نظام واضح جدا جدا للناس تلتزم بيه وتمشي بيه، وتبقى عارف اوله من اخره كده.
فانت حكمتها بانك عملتها بايدك الاول. بالظبط. وبعدين بقى عندك 300 عميل في 6 شهور يا صبر ايوب، وما زلت مقتنع انك هتنجح، وما زلت مقتنع انك لا ده كان عندك ايمان ساعتها بان طبيعه البدايات صعبه والكلام ده، ولا لا انا مكمل؟ يعني كنت حاسبها ازاي؟ يعني عمرو كان شايف ايه؟ بص، هو في مود كده انت بتدخل فيه، انا مع الموضوع ده لحد ما ينجح، انا هنجحها، فكره شغاله بتحل مشكله حقيقيه، انا معاها لحد ما الفكره دي تنجح وتكبر، وهتكبر، وبتلاقي الناس بتامن بايمانك، سواء الناس بتيجي بتشتغل معاك بتبقى شايفه ان انت مؤمن جدا بالفكره وهي حقيقيه، مشكله حقيقيه فعلا. يعني من كتر ما شايفينك مصدق وواثق في نفسك وواثق فيها، هم دي ار فولو يو، ماشيين وراك وماشيين، وبيبقى طبعا مش بيبقوا ماشيين كده وخلاص، بيبقى ماشيين بالتواصل دايما، ان احنا مع بعض، احنا ليه بنعمل ده، احنا ازاي وصلنا لهنا، ونتواصل مع بعض ازاي هنروح للخطوه الجايه مع بعض ونفكر مع بعض. ضحيت كتير قوي يا عمرو. لازم. ايه اكتر حاجه ضحيت بيها وزعلت عليها؟ يعني مش زعلت، انت طبعا النهارده الله اكبر عليك، يعني على التوب اوف اتشيفرز في مصر، يعني واحد من اقوى الانتربرينير في مصر، يعني واكيد مفيش حاجه انت ضحيت بيها ندمان عليها، بس ساعتها ايه اكتر حاجه وجعتك لما ضحيت بيها في سبيل ان البيزنس او الفكره دي تنجح وتوصل للناس؟ يعني اعتقد اكتر حاجه ان انت بتبقى داخل على مغاره ضلمه، انت مش عارف داخل على ايه، فكلمه الاستقرار والاستابيليتي دي اترمت، انت ناسيها، دي مش موجوده، مفيش حاجه اسمها استقرار، مفيش حاجه اسمها عندي وقت فاضي بقى كده يلا ننزل نتفسح، الكلام ده بيبقى مش موجود، لغيته، اتنزلت عنه. انت بتضحي بالاستقرار المالي برضو، ان انت تبقى لا رقم واحد مرتاح كده وضامن عندك شويه فلوس في البنك، انسى الكلام ده. انت عايز تقولي انها مش سهله؟ مش سهله ابدا، لا 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 مش سهله، ومش سهله في كل خطوه، واللي داخل في فكره جديده لازم يبقى فاهم ان هي مش سهله. بس يعني ما شاء الله عليك يا عمر، سنك صغير، يعني الطريق صعب ومجهود، بس انت شايف انت نجحت علشان الخبره او الاكسبيرينس اللي اكتسبتها كونك نزلت وعملتها بايدك، ولا شايف الدراسه، ولا شايف الخبره اللي هي بعد الجامعه كانت في الشغل؟ يعني ايه اكتر عنصر ساعدك انك في سن صغير عملت الاتشيفنج، حصلت على ما تتمناه؟ ايه اللي ساعد، ايه اكتر حاجه ساعدتك؟ هو مفيش اكتر حاجه، هي عوامل كتيره جدا مختلفه انت بتركبها جنب بعض، بتحط الحاجات دي كلها جنب بعض، بتلاقي في بزنس ناجح. اي حد في الدنيا هيحط الفاكتورز دي والعوامل دي جنب بعض، البزنس بتاعه هيكبر وهينجح ان شاء الله. اولا فريق العمل ده اهم حاجه، يعني انا عندي في شركه اهم حاجه هو التيم. اهم حاجه التيم يكون شاطر محترم، ناس كويسه بوزيتيف، عندها حماس عايزه تشتغل، ده مهم جدا جدا، تيم قوي، تواصل مع بعض وكوميونيكيشن كويس، علشان دايما بنتكلم مع بعض، دايما شايفين كل حاجه، مفيش كل حاجه هتبقى شغاله كويس وناجحه، يلا بينا في مشاكل يلا بينا نحلها مع بعض، نتكلم مع بعض كويس. مهم ان انت تدرس انت داخل على ايه. انت بدات بخمس شباب، انت الخامس، النهارده احنا قوامنا قد ايه؟ احنا 300 واحد موظف. 300 موظف، ده غير الدليفري؟ ده غير الدليفري. قد ايه تقريبا؟ يعني الدليفري حوالي مثلا 50 او 60 عربيه. احكي لي اكتر عن حجم المشروع، يعني اكيد في الاول كان عندك المساحه انك تقعد تتكلم مع الخمسه سته وتتناقشوا وتاخد وتدي معهم في الكلام وتسمع منهم. بتعمل ايه كل يوم مع 350 موظف؟ بتديرهم ازاي؟ بتدير احتياجاتهم ازاي؟ بتدير احلامهم ازاي؟ بتدير طموحهم ازاي؟ بان انت دايما تتكلم معهم، ان انت تبقى مش معلش يعني مش رئيس مجلس اداره الشركه اللي قاعد كده ايه في مكتب بس، انت بتتكلم مع الناس دايما، انت داخل وسط مشاكلهم وفعلا بتحبهم وبتحب كل واحد فيهم بجد كانه يعني زي اخوك بالظبط، و بتكير عليه، يعني فارق معاك ان هو يكون بني ادم احسن. وهو هم بجد هم الشباب، هم اللي بيعملوا كل حاجه. بتفضل الخبره عن الشخصيه ولا الشخصيه عن الخبره؟ يعني لو جالك حد مثلا خبرته في البيزنس او في المجال او في المهمه المنسوبه اليه، الخبره ولا الثقه؟ الشخصيه 100%. لو واحد عنده خبره سنه
وشخصيته حلوه ومجتهد وقابل انك تبني فيه. عندي احسن 100 مره من واحد عنده 20 سنه خبره. شايفين يا شباب؟ شايفين رجال الاعمال الكبار بتفكر ازاي؟ على فكره انا معظم حبيت احط سيركل هنا علشان دايما يقول لك ايه، بيخافوا يقدم، يقول لك انا مش قدها دي يا عم، هيسيبوا الدنيا كلها يختارون انا. والله يعني انا الشركه عندي كلها شباب صغير جدا، يعني تقريبا كل الشركه شباب تحت 30، شباب افكارهم وشغلهم احسن 100 مره من حد بجد عنده 10 سنين خبره. خدت اول فاند ريز ودخل معاك اول شريك نجاح، عملت ايه؟ كان ايه اهم حاجه عندك انك تامنها في البيزنس موديل، او يعني انك خلاص بقى انا كده ظهري اتامن فهعمل ايه؟ اول حاجه تعين الفريق اللي هيبني الشركه. بص هو احنا كنا شركه بس كانت شركه بحجم معين، ما تقدرش تقول ان هي شركه موديل. انت عملت الموديل، موديل شغال، موديل شغال وبيكبر بالراحه. لا، ما هو لازم تحولها لشركه، شركه حقيقيه فيها ادارات وفيها سيستم قوي جدا، وشركه قادره ان هي تنقل النجاح اللي اتولد كفكره نقلته ل 300 400 عميل. يلا بقى ننقلها من 300 لالاف. 300,000. احنا النهارده كام عميل؟ يعني عدد اكبر بكتير. اديني رينج. يعني انا عايز الناس تتخيل بواقعيه حجم النجاح اللي انت عملته عمرو بيه. يعني انت كنت بدات ب 300 عميل، اكيد ده كان ليه هدك معين او ضغط نفسي معين. انا متخيل النهارده وصلت لكام عميل، وبتمانجهم ازاي، وبتسيرف عليهم ازاي، ازاي انت يعني. احنا الحمد لله دلوقتي وصلنا لحوالي من 8 ل 10,000 بيت تقريبا بيستخدم، يعني كل الافراد الاسره بيستخدموا. الجمهوريه احنا شغالين في القاهره، الشيخ زايد والتجمع والرحاب ومدينتي، وشغالين يعني في معظم مناطق القاهره، ولسه بنتوسع بشكل اكبر. بس ويعني فده عدد العملاء الحمد لله بيتوسع. ما شاء الله أكتر من 1000 ضعف تقريبا، يعني الحمد لله. فأنت بكل مرحلة بتاخد استثمار بينقلك من مرحلة للمرحلة اللي بعدها، وبتبدأ وساعتها بتاخد استثمار تاني. يعني احنا خدنا كذا استثمار، هو مش مرة واحدة، بتاخد استثمارات تنقلك لمايلستون جديد أو لمرحلة جديدة في البيزنس، بتتنقل للمرحلة اللي بعدها. طبعا كل ستيج بتكون أتراكتف، أو يعني كل مرحلة بتكون مغرية لنوع معين من المستثمرين، وبدأت تبني الرحلة. سؤال للناس المشاهدين، يعني كرجل اعمال ناجح في 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 الوسط المهني، شايف البرمجه او البيزنس مودلز اللي بتتبني على البرمجه اسهل في النجاح؟ هو مفيش اسهل او اصعب، هي مودلز مختلفه. يعني في واحد بيفتح مطعم ويبقى مطعم ناجح وينجح ويعمل منه فروع مختلفه، وهو ناجح جدا من غير ما يعمل اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي. اصل في ناس تقول لك ايه، اصل معظم الستارت ابس اللي بتفايرل او بتكبر بسرعه هي علشان سوفت وير، فقادره ان هي تجري زي ما بيقولوا يعني. انما انت لا، مش مؤمن بدي، انت مؤمن باساس الفكره او باساس المشكله. في افكار كتيره جدا ممكن تبقى ناجحه، يعني مش لازم ان الواحد يقول ايه ده انا مش فاهم في التكنولوجي فانا مش هعرف اعمل فكره ناجحه. هي ملهاش اي دعوه، اعمل في افكار كتيره جدا وافكار بيزنس كتيره جدا، ولكن استخدم دايما التكنولوجي لانها هتساعدك. التكنولوجي بتخلي خطوات تتم في وقت اقل بكتير جدا، بتنظم كل حاجه جوه الشركه. فيمكن شركات التكنولوجي التك كومباني هي اللي بتبقى مبنيه على اساس تكنولوجي، وبتبقى مفهومه اكتر، وبتبقى بتساعدك في ان انت تبروسس. هو ده المستقبل، بس هو ده يعني هو ده الحاضر واللي احنا فيه، هو ده المستقبل. وهي دي فعلا، بص على قائمه اكبر شركات في العالم هتلاقيها كلها شركات تك. صح. طيب شباب كتير جدا بتحط العذر على الامكانيات، تقول لهم ايه؟ هقول هي مفيش حجه، يعني هو مفيش اي عذر تحطه على اي حاجه. يقول لك انا ما عنديش فلوس، ما عنديش حد يساعدني، ما عنديش الخبره الكافيه. وجه لهم رسالة. عندك أي فكرة ناجحة في حاضنات أعمال هتاخدك وتعلمك، وتاخد الفكرة بتاعتك تنقلها من فكرة لمشروع حقيقي، مسرعات أعمال اسمها incubators أو accelerator. روح لأي واحدة فيهم، ضم على أنت وكذا حد شريك مؤسس أو كوفاوندر معاك، واعملوا مع بعض فكرة. ابدأ حاجة بسيطة جدا، ابدأ أنت مبدأك حالا. أنا الوقت المناسب ده حالا، خد خطوة.
خد خطوه. خطوه ناحيه ايه؟ خطوه ناحية اعمل حاجه. يعني بس ان انت دايما قاعد بتلوم الزمن وتلوم الاقتصاد وتلوم الوضع وتلوم، في عندك 100,000 سبب ممكن يقول لك ليه ما تبداش. دور على السبب اللي يقول لك ليه تبدا، سواء ان انت تبدا بان انت تعمل مشروعك. وحاجه بصراحه انا دايما بنصح بيها اي حد نفسه ان هو يعمل شركه، روح اشتغل في ستارت اب، روح اشتغل مع شركه ناشئه. ده اللي هو ده لو خايف، ده لو خايف ياخد الفيرست ستيب. يعني انت يعني زي ما تقول كده مسكن، روح شوف جرب. هي بصراحه مش حتى مسكن، انا بنصح اي حد ان هو في الاول ابدا روح اشتغل مع اي ستارت اب. ليه؟ انت هتشوف. عشان بس نوضح الفرق بين الستارت اب والشركات الكوربريتس. الكوربريتس شركات عملاقه اوريدي وليها اسم، ممكن تكون ناشونال او انترناشونال، انما ستارت ابس يعني شركه صغيره ناشئه. شركه ناشئه عندها احتماليه كبيره لان هي تكبر بسرعه، غير الشركات الكبيره اصلا اللي هي بتكبر مثلا 10-20% في السنه. لا، ستارت اب ممكن تكبر بمعدلات سريعه جدا. روح شوف المجال اللي انت حابب ان انت تبقى في يوم من الايام ممكن تبقى شغال فيه، روح اشتغل في ستارت اب، روح اشتغل فيها. كانك انت بالظبط كده ايه، بتتعلم بفلوس غيرك. انت قاعد بتتعلم، انت شايف المطبخ، شايف اللي بيحصل فيه ايه، وبتتعلم كل حاجه. وكون اصلا ان واحد شغال جوه ستارت اب، انا بعتبر ان هو يعتبر هو كانه انتربرينور. يعني انت دلوقتي لانه بيفكر زيه زي الـ انت الـ CEO. انت انتربرينور في المكان اللي انت فيه. الفكره عندنا او الفكر في اي شركه من شركات الستارت اب، انت بتلاقي ناس بتعمل حاجات كتيره مختلفه. انت قاعد مش قاعد بقى في اداره الكذا، ما بتعملش اي حاجه في الشركه غير الجزئيه دي. لا، ده انت ايدك في التك، وايدك في الماركتنج، وايدك في الفاينانس بالظبط. انت بتتعلم وبتتعامل مع ادارات كتيره جدا مختلفه، فبتتعلم على كل واحد فيهم بيعمل ايه. بلاقي معظم الانتربرينير او الناس اللي هم بيبداوا قصص نجاح، الاسرع منهم اللي بيهتم بالماركتنج ستيبس بتاعته ويبص لها بنظره باولويه. قول لي اول مبلغ صرفته في الماركتنج وحسيت وهو طالع منك عامل ايه، والفرق بتاعه مردوده ايه، يعني عملت ايه. انا عايز اقول لك واحده من الغلطات اللي غلطتها، الحمد لله غلطنا كتير قوي يعني. اه طبعا غلطنا كتير قوي، ان انا ما اهتمتش جدا بالماركتنج في الاول. انا كنت تفكير المهندس التقليدي جدا، انا هعمل فكره ناجحه شغاله، العملاء هتقعد تجري وتطلب مننا اوردرات بس بدون اي حاجه، من غير ما تتكلم على الفكره ولا تسوق لها ولا تشرح للناس هي شغاله ازاي. وده تفكير غلط. انت مهم جدا ان الاثنين يبقوا شغالين ان بارالل، ان انت بتعرف تتكلم بشكل كويس وتشرح انت بتعمل ايه للعميل، ومن ناحيه تانية ان انت بتبني نظام حقيقي جوه الشركه. يعني دي من الغلطات اللي غلطتها جامد في الاول بصراحه. امتى حسيت ان انا نجحت ولا لسه ما حسيتش؟ يعني النهارده احنا بنتكلم عن بدايه ب 100,000 200,000، النهارده ما شاء الله القيمه السوقيه معديه 43 مليون دولار. يعني انت لو هتسالني هقول لك ما شاء الله مبروك، انت واحد من الناجحين في مصر، واحد من المؤثرين في الشباب في الوطن العربي. بس انت حاسس بايه؟ حاسس انك كلمه نجحت؟ نجاح دي كلمه كبيره قوي. يعني انا بصراحه لما حد بيقول لي انت من الناس الناجحه بتخض. لا يا عم، انا من ساعه ما عمال اقول لك ملهم ملهم وانت لا، يعني لا انتوا شايفين كده يا جماعه. بجد هي كلمه كبيره جدا. ولما تقول لواحد نجاح انت نجحت، لا انا لسه الطريق كبير. طموح جدا طموح يا عمر، لسه الطريق كبير. وبتقعد بتجتهد علشان اول لما تقول لنفسك انا نجحت، ده ممكن يبقى ايه بدايه ان الواحد يقع. عايز ايه؟ شايف ايه؟ نفسك في ايه؟ رايح فين؟ والله انا الحمد لله انا فرحان جدا بالشركه وصلت له، واللي احنا رايحين له في الفتره الجايه. ده مرحله شركه بتكبر فيها، عدد العملاء بتزيد بشكل كويس جدا جدا كل شهر. ويعني يمكن من هنا انا احاول اقول بس للعملاء الجديده ما تزعلش مننا لو في عملاء بتطلب ان هي تشترك في الفتره دي ومش قادرين ان احنا نلبي كل الاحتياجات لدخول عملاء جديد في كل المناطق. بنحاول ان احنا نتوسع لمناطق جديده بشكل دايما، ولكن يعني جايين لهم بسرعه. انا عميل لجود سمارت، البوكس بتاعكم تحت البيت عندي، وبجد انتوا بتقدموا سيرفيس هايله. انا بحاول ابين للناس ان بجد انتوا ناس مجتهده جدا جدا وتستاهلوا كل خير. شركه من الشركات الصاعده. طبعا انا لو قعدت معاك 3 4 ساعات يا عمر مش هيكفي الكلام، بس يعني للاسف وقت حلقتنا خلص. وأتمنى نكون قدمنا للمشاهد نموذج من النماذج الفذة والمتطورة والناجحة والشغوفة والقوية واللي قدرت تثبت نفسها في وقت قليل. أنا اتشرفت بيك يا عمرو. شكرا جدا ليك.
أعزائي المشاهدين كان معاكم محمد غريب، برنامج ملهم، انتظرونا.